السلام عليكم ورحمة الله. ما عم سوي المشكلة غير الاسم غير فيران هايل يدخلون في نص البيس على بريكس. تعال بحور والله سوي لي أزمة في حياتي. حنا بنستكشف شوي تحت الأرض بس نبقى في نفس الوقت نلفل هاي. بسوي فاير أرز حق من وانا بس اساسا ليفل هذا ريزين هذا نحن نحصله وايد عادي مو مشكله مش قضيه. رديت غلطت فيه انا بعد يا حبيبي اخطاء شنيعة. 120 اوكي حلوين. شلون الحشيش هذا اوكي. تعال اذبح هذا. هاي ليش واقف بروحه؟ سؤال تذكرون الدري هذا؟ بس شكله يكون انه وايد اعداء في الموب هذا. خلينا نحفر هنا. هذا بير بنتجاوزه بنيه هنا بنستكشف المنطقة. هذا اللي راح يستوي حاليا. وهني في حديد ما حد بنى هاي. وحديد خلنا نحفر هنا شوي. اقدر اسوي هنا اختصار دري بس بعد يكون منفذ حق المكان وسخ. شو بيسحبون وياهم حدهم؟ لا ما بيسحبون. اوكي خليهم كلهم يجون. لحظة عندي سلاح جاهز انا حديد ولا ما جهز بعده؟ الحديد ما جهز موجود لكن ما حد شله ولا كان بينفعني حق الضرب هاي وايد. عندي اسلحة كلها قديمة انا. يلا ذبحوه قبل لا يذبح الدنيا هذا. فوكس 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 فوكس. هاي اللي دشوا البيت ترى الوضع انتهى. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ضربوه ضربوه. الحين ما بيضربكم ترى. كسر الباب مالي تكسير وايد وقعنا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على الخبصة اللي استوت. انزل لحظة كوب هانتر تعال هانتر ميج ابا ستف ستف. ما حسوى الدجاج الحين. ايوه اضرب هذا هذا يا حمار اضرب هذا هذا هذا. بيذبحون الغبي. انا حاطين كارتر حق شو؟ حاطين كارتر حق شو؟ ها؟ شل الاغبياء هاي. شوف يصير يضرب فل اتش بي. اهبل 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 اهبل. ها وين رقد على الارض؟ زين ما عليهم مشكله عبي طافه. يمكن الشمس تخدمنا الحين. واحد مات غير ماتوا. اوكي طلعت الشمس مو مشكلة. اوكي خسائر بسيطة تبون صدق مو بخسائر مثل ما انا توقعت. خسائر هالحرب كان زينة بس عندي وايد سمن ما حد قاعد يشله. نبى شلتر نحن نبى على اساس يرقدون.
شوف غبي. لا يبغى دم يوسف من الخاطر. جهزهم حق حرب الحين. شوف شوف ما يبغى ولا شيء. لازم يبي من 5 سنتي. شو الفايدة من 5 سنتي؟ انزين الحين بيرجع لنا دورف واحد مو مشكلة. عامل اذا طحنا في حرب ثانية الحين 45 دقيقة. هي اقل 45 دقيقة اظني ولا؟ نسرع اللعبة تفرق. لحظة هاي تفرق. المفروض هنا في اقل 16 17 دقيقة. سميث ميلر كلايمبر ميلر هانتر ميج وين عنده هانتر الثاني موت مو مشكلة تملي هانتر واحد زين خلهم يرقدون عيال الحين يعبون طاقة بينشون بياكلون. تعال انت شو عندك؟ لحظة كان عندي ميج وعندي ستاف بسوي اساس سحرية مال ميجس. خلهم يعبون طاقة. ها ليش راقد على الارض؟ انا خاطري اعرف بس ترى في سراير اظن حكم ولا ما تكفيهم. ها في سامون هنا بعد. كان شال السامان بس ما عنده ال اصل الحديدة ضارب فيها واللي هو شيء وايد سيء يعني. وين صار خسائر الحرب مصيبة. تعال ايوه لما ينشون ياكلون بيض نسوي لهم اومليت. لا بيض عيون هذا مو اومليت. وين صار الموضوع يعني؟ نبا هني نبا هني نبا هيل اوكي انا يعني واحد طلع وصلوا. هي وصل حديد حديد. شو كوك هذا من السكلتنز؟ لا والله زين وايد زين. شو عندنا كتب؟ ارسل ابو وورير. ما حصل ما حصل. هلا والله ما احس الورير بوكس. شو هذا؟ ها شو؟ تبي طالع من حرب؟ شو السالفة؟ يخرب بيته. تبي طالع من حرب يخرب بيتكم. تبي طالع من حرب. بس اظني هاي الصغار الروم عليهم. اظني هاي البسيطين يعني عادي. عندي نجوم عليهم هاي. شو السالفة؟ خلنا نذبحها معي سريعا سريعا. قاعدين ويب ورا ويب بس قاعد يتمكسون مع شغلات ثانية على فكرة. ما قاعد يوني صافي. ها شو ميت؟ لا ما بقدر على الحرب هاي. توي طالع من حرب وحرب ورا حرب. مشروع غير ناجح صراحة.
خلينا نشوف كم اذبح منهم. 11 من 20 اقوله 12 بيطلعون غيرهم الحين ولا اي هذين هم يطلعون ويب ويب ما يطلعون مره واحده. لو طلعوا مره واحده اظن كان بيدمروني. بس بيطلع النهار اوريدي يعني وما عندي الباور الكافي اني اذبحهم. ما كملت الايفنت ما اعرف. اظن لو كنت مكمل ايفنت في الليل كان بيكون وضع احسن وايد. احترقوا كلامك. ها شو بيرجع مكانه ولا شو؟ وين؟ رايح كان العيد. سكلتن زي النهار استوى الظهر. نزل تحت الارض هذا هو. يلا. يلا زي جديد على الاقل. شو هذا وورير؟ الحين وورير؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ يوم احتجت الوورير ما يعني. زين نبغى ناس يشيلون سلاح اللي هنا. وورير كوك سميث ميلر ميج. هذا بنشله من الميج. بنعطي الميج ستاف. بنشل هذا من هني. بنعطي الورير الميج. بنعطي هذا لازم اعطيكم ميج. خلونا ما بنعطي هذا حق كل واحد عنده شيء غريب عجيب. شوف اشكالهم على اشكالهم سفاحين لكن مزقوقين على عينهم دق. شو الفايدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سرير. اذبحوا اذبحوا فكونا اللي بعدها. هلا بيجيكم بعد بيدكم بعد اسوي لكم سلاش دليت الحين كلكم. والله العظيم ما علم ما تختشيش يابا. انزل نبغى بطل نبغى ايل نبغى ايس حق شي نحن. لا ما نبغى. نبغى ماي نبغى ايرث. سوي لنا طين بس 20 حبة طين حلت الموضوع كله. هذا حلو حق نور الدرب اللي جاي. سكافولدنج من احلى الشغلات عندي. سكافولدنج ايس سبايكس فخم الايس. ها مش هذا التراب اللي ابغاه. لا ابغى هذا التراب. هذا فنان. شو مشكلته؟ لحظة متى بيطلع لي اسوي فنس؟ هذا فنس قريب. فنس تراب متى؟ نبغى تراب نصيد الحيوانات. وين صار التراب مال الحيوانات؟ لكن موجود يمكن. والله نسيت متى يطلع التراب. التراب اساس نسيج نيب مصدر دايم حق شو؟ مصدر حق الغنم وهاي يعني. بس استراف وين يكون؟ المفروض يكون قريب عنده يعني مش بعيد. بيطلع بيطلع اليوم عليكم. بيطلع معه ان شاء الله. هنعطي هذا هني. ما عندي حديد غير. انا اسوي زيادة. انا حديد. انا حديد اني اسوي زيادة. هذا اللي انا اذكره يعني. شو بعد ذلك؟ سمبل فنس بدون سبايكس. ما بخسر خيوط مالي على تراب الصراحة. نبا والتراب كل شيء وده هنا يستهلك خايس. بس
خلص الخشب مالي رسميا، خلص الخشب. وين بصيد سمك؟ في مكان نفس هذا بيطلع لي سمك هني مثلا. راح المي مالي اختفى. اخ اختفى لس. يمكن لازم اسوي حوله شيء، يمكن ما اعرف، نبغى نستكشف الحين هالنقطة لازم نستكشفها. يمكن لازم نسوي حصى ولا شيء. فال هذا يقعد يشرب المي الرمل، ممكن يروح تحت مياه جوفية شيء ما تعرفون. في حديد هني بعده. هاي الأجين عندنا وايد من هاي الأعداء. نحن هاي اللي بيسوون مشاكل ترى، هاي اللي فيهم قوة يعني، فيهم باور حق حرب يعني، يبالهم سلاح. خلنا نسوي هذا، خلنا نسوي لنا كرافت حق صديقنا هذا، ونسوي لنا ممكن نسوي كرافت شغلات عاد، نسوي طاف شوي بس. ايوه سكافولدنج، بسوي لي كم حبه بينفعني وايد سكافولدنج. بس الحين بيملون من البيض، بيقولوا اه ملينا من البيض، ما نبغى بيض. هذا التراب موجود، انا كيف اقول مش موجود؟ هذا هو موجود التراب والفنس. التراب هني شكله كان هي التراب هني فنس. اي خرب بيته، لازم اسوي هايل يا حبيبي. ها استوتر خايس الحين، نقول استوتر خايسة سمعتوا فيها قبل. هاي تسوي شغلات صيد وما عندك شي تصيد اصلا. ايرث بوكت انزين كرافت ابو بوكت بروحه. وين صار الحين؟ لازم نبدا نتكتك. ايوه هذا ابغى اسوي انا، هالبتاتا لازم اسويها. نفكوني شوي من الفيران، تذكرون هاي سويناهن؟ هاي ابا هني، وابا هذا شو 21 وايد 9 بس، وايد 9 وايد بعد 9 وايد. المهم اظن وقت الحلقة خلص، فشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير. من كرافته وورد، وكنا هني في خسائر الحرب، خسائر جميلة. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة. لا تنسون لايك وسبسكرايب على السلسلة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.